باجي بضغط عند النقطة اللي هي نهاية المثلث وضغط كليك كده عمل لي الدرع التاني. عاوز بقى أبدأ الدرع التالت كده بدأت الدرع التالت من النقطة دي وعاوز أنهيه في نقطة بداية الدرع الأولاني عشان إيه أعمل المثلث التاني. فكده أنا عملت السليكشن بتاعي زي ما أنتم شايفين إيه لطيف لحد ما هو عشان يعني إيه مع الصورة. نفس الفكرة بالظبط لو اخترت أد سليكشن وجيت رسمت الباقي كده مع كل ده كليك جديد يعني كل ده بينتهي ويبدا بكليك كده عملت رقم 2 شكل رقم 2. نيجي الشكل الثالث برضه نفس الحكايه كليك كده عملنا الثلاث اجزاء بتاعت اللوجو الشكل ده والشكل ده والشكل ده. زي ما انتم شايفين عندي خطوط حمر قدامي على الشاشه دي معناها ان ده جزء معمول له سلكشن حاليا في سلكشن موجود كارنت دلوقتي سلكشن في سلكشن هنا وفي سلكشن هنا. طيب لو حبيت الغى اي سلكشن بعمل كده ازاي؟ بعمل كنترول دي من لوحه المفتاح كنترول دي كده ده غير سلكشن اي سلكشن اخر. الاداه بعد كده تحديد جزء من الصوره اعتمادا على تبعيه الالوان. طبعا لما باجي احدد اي جزء الصوره ماليش دعوه بالطبقات يعني لما باجي احدد هنا ماليش دعوه الصوره دي متكونه من كذا طبقه فوق بعض والكلام ده ماليش دعوه. يعني انا بحدد الصوره بتاعتي على المسطح مسطح الصوره نفسه بحدد عليه الجزء اللي انا عاوزه. طيب هناخد الاداه اللي بعديها تحديد جزء من الصوره اعتمادا على تباين الالوان. لو جينا هنا اخترنا مثلا صوره زي البطاقه مثلا واخترت الاداه دي هي ماجيك وايت تول ضغط عليه. لو ضغطت هنا كليك واحده ايه اللي حصل؟ عمل سلكت على الجزء الابيض. طب ليه عمل كده؟ لان هو بيعمل سلكشن على عشان نفس درجه اللون بالظبط كده. هو اختار الدرجات البيضاء فبما ان الجزء ده كله ابيض فهو اختار الجزء الابيض بس. لو عايز ممكن اشيل الصوره لو عايز ضغط كده ديت دي انا وقفت الاول لو عملت كده ديت كده قص الصوره زي ما شايفين ورا بعض اللي احنا اتفقنا عليها دي ورا بعض الشفافين فكده قصها يبقى كده ستيب 2. يبقى انا عرفت ازاي اول حاجه بعمل التحديد وبعد كده بمسح او بعمل اللي انا عاوزه سواء بقى مسح او مثلا اقدم صوره او احط لون او اي حاجه ثانيه. كنترول دي كنترول الت زد كده رجعت الصوره لاصلها تمام. ده اسمه تحديد وفقا لتباين الالوان. في عندي اداه ثانيه اسمها كويك سلكشن تول. لو جينا ضغطت كده جوه البط بقى حطيت لي بص الجزء الاولاني وسبت كده حبيت ازود يعني بص الماوس اهو مع نفسه كده لو حبيت ازود جزء كمان مزودني على اللي موجود سوري الاداه دي معموله على الطرح بص يا جماعه كده خدت الجزء بتاع البط البادي بتاعها كله. طب حبيت ازود اخش في المنقار كمان كده جاب لي البادي مع المنقار بتاعها. بعد كده لو حبيت اخش على عينينا دخل في العينين كده كده جاب لي كل الصوره تقريبا كده. يبقى كده ايه؟ لو ضغطت كده كمان على عيني كده جاب لي الصوره كلها او جاب لي البط كلها. فدي انا حسب طب لو حبيت اطرح بضغط على الاداه الموجوده فوق دي اللي هي اسمها سب تراك فروم سيليكشن تمام؟ بضغط عليها بمسح بقى الاجزاء. بصوا الاجزاء اللي انا مش عاوزها للسليكشن امسح لي هنا الجزء ده مش عاوزه امسح لي العين دي كمان مش عاوزها تمام. واقف لي لغايه فين بقى؟ واقف لي لغايه فين؟ ايوه امسح ده بس كده انا عاوز الجزء ده بس. يبقى كده انا طرحت من السليكشن او مسحت من السليكشن الاجزاء اللي انا مش محتاجها وسبت له على الاجزاء اللي انا محتاجها. طيب ده بالنسبه للالات اللي هي الكويك سليكشن وخدنا الماجيك واين سليكشن سوري الماجيك واين تول. برضه قبل ما انتقل لاداه ثانيه في حاجه عندي هنا اسمها التولرنس. التولرنس ده بيحدد يعني هنا عندي لو التولرنس جبنا المصطلح بتاعه السماح او التولرنس هو المقصود بيه عدد درجات النقاط الضوئيه المسموح بها داخل التحديد. يعني هنا بقول له انا دلوقتي عاوزك تحدد لي نقاط معينه تمام. فانا بحدد له قيمه احنا دلوقتي حطيت له 32 فلو حطيت له مثلا 150 او ناخد صوره طبعا هيبان الكلام ده في صوره ثانيه اختار مثلا الصوره دي